تحدث الناطق باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة عن الوضع المأساوي التي تعيشه مستشفيات قطاع غزة في ظل نقص الوقود وفي ظل أيضا انعدام المستلزمات. وللتعرف أكثر ينضم إلينا الدكتور أشرف القدرة. دكتور بداية الحمد لله على سلامتكم، كيف تبدو الأوضاع وكيف تركتم مستشفى دار الشفاء؟ مجمع الشفاء الطبي الآن تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، يعيث فسادا في هذا المجمع. هناك عملية تخريب ممنهجة في داخل مجمع الشفاء الطبي، بدأ التخريب في قسم الخدمات التشخيصية، تم تدميره بالكامل، وبالتالي فقدنا أجهزة الخدمات التشخيصية بملايين الدولارات. لا زالت عملية التجريف قائمة، لا زال عملية قصف المباني بشكل متكرر، تم استهداف العناية المكثفة، تم استهداف حضانة الأطفال، تم استهداف قسم الولادة، تم استهداف قسم الجراحة، تم استهداف العيادات الخارجية، عملية تفتيش وتجريف بشكل كامل في داخل المجمع، تم سرقة واختطاف جثث الشهداء، وخاصة أن هناك عدد من المجهولين الذين تم دفنهم أيضا تم نبش القبور عليهم وتم سرقتهم ووضعهم في ثلاجة خارج للاحتلال الإسرائيلي خارج مجمع الشفاء الطبي. إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يزيد من حمم غضبه على مجمع الشفاء الطبي لأسباب غير مبررة، هو ضخم حملة عدائية كبيرة على مجمع الشفاء الطبي، والآن يحاول تبرير هذه الحملة بأي شيء حتى وإن يصنعه صناعة بعد أن أجبر كل الموجودين في داخل المجمع للإخلاء القصري تحت فوهة البنادق والدبابات حتى يعيث فسادا وحتى يختلق صورة جديدة يخرجها أمام العالم بإنتاجه الخاص. وبالتالي نحن طالبنا المؤسسات الدولية ولازلنا نطالب مؤسسات الدولية بالتواجد في داخل مجمع الشفاء الطبي وحماية مجمع الشفاء الطبي وكافة مستشفيات قطاع غزة، والتي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أيضا توجيه الاتهام إليها. دكتور يعني كيف كانت ظروف خروجكم من المستشفى وكيف يعني تتعاملون في حال إصابات أو يعني قصف في مدينة غزة؟ كيف تتعامل المنظومة الصحية في غزة؟ 10 أيام متواصلة لم يصل أي مصاب إلى مجمع الشفاء الطبي، لم يتم دخول أي سيارة إسعاف إلى مجمع الشفاء الطبي، لم يسمح أيضا بالتجول داخل مساحات مجمع الشفاء الطبي لكافة الموجودين في داخل المجمع، إضافة إلى لو يمنع التنقل ما بين أيضا المباني في داخل مجمع الشفاء الطبي، وبالتالي فقدنا 53 أو 54 فقدنا من الأطفال الخدج والمرضى والعناية المركزة دون أن يتم دفنهم حتى هذه اللحظة، وتركوا في داخل ساحة المستشفى. حتى الذين تم دفنهم في السابق الاحتلال الإسرائيلي نبش عليهم القبور وأخرجهم من المقبرة الجماعية. إضافة إلى ذلك لا تستطيع الطواقم الطبية عمل أي شيء طبي لأننا فقدنا كل المقومات الصحية في داخل المجمع. الآن تم خروجنا بشكل قصري من داخل مجمع الشفاء الطبي تحت فوهة البناطق، ولا زال هناك 259 مريض جريح والطواقم الطبية، لأن الطواقم الطبية يعني أقسمت على عدم الخروج إلا مع خروج آخر جريح في داخل مجمع الشفاء الطبي، وهذا ما تعاهدنا عليه. إضافة إلى أن هذا الخروج القصري من داخل المجمع لا يعتبر على الإطلاق انتصار للاحتلال الإسرائيلي، هذا المجمع يشكل نموذجا طبيا على مستوى فلسطين محليا وخارجيا، وبالتالي نحن نناشد الجميع بإبقاء هذا المجمع حتى يبقى وسام العمل الصحي ونموذج العمل الصحي في قطاع غزة. أخيرا ماذا عن الأطفال الذين تبقوا على قيد الحياة؟ ما هو مصيرهم؟ حتى اللحظة تم إخلاء 31 طفلا، تم إخلائهم اليوم وقبل قليل إلى مستشفى تل السلطان للولادة برفح، وهذا العدد سيتم تعرف أولاد ذويهم عليهم ومن ثم سيتم خروجهم، وتم ترتيب خروجهم الآن مع جمهورية مصر العربية حتى يغادروا صباح الغد إلى جمهورية مصر العربية، وإذا لم يتمكن ذويهم من الحضور إلى مستشفى تل السلطان سيتم إخلاء الأطفال وبعد ذلك سيتم ترتيب خروج الأهالي إليهم. شكرا لك يا دكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.